سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، فالعم يزيد يرحب بكم. كما وعدناكم عم يزيد يزور مدن الوطن، هذه المرة جولة بمدن ولاية عين الدفلة، الأربعاء 21 نوفمبر بمدينة بطحية، الجمعة 23 نوفمبر بمدينة برج الأمير خالد، السبت 24 نوفمبر بمدينة عين الشيخ، الثلاثاء 27 نوفمبر بمدينة عين التركي، كل الحفلات على الثالثة مساء، الجمعة 30 نوفمبر بمدينة عين زال ولاية سطيف لأول مرة، وهذا بالقاعة متعددة الرياضات على الثالثة مساء، السبت 1 ديسمبر بمدينة قلمة لأول مرة، وهذا مع روضة جنة الأطفال بدار الثقافة على الثانية مساء، كونوا في الموعد، الدخول مجاني للأطفال وأوليائهم. يوزع على الحضور مجانا آخر إنتاج لعمو يزيد، قرص فيه 32 أغنية مع كتيب للكلمات. عندي علبات ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البشر. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد، حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية، بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص كل الحفلات كل اللقاءات الصحفية وأكثر.